ناديا، واضح ان انتوا بتترجموا الغضب اللي عند الناس، لكن هتترجموه ازاي في مجلس النواب؟ مجلس النواب عايز وقائع يعني. يعني في غضب متعلق بالاداء الفني، ماشي، بالاداء البعثه، الاداء الاداري يعني، وفي اخطاء بقى جسيمه، حاله الفوضى، حاله البلبله، البيزنس، الكعكه، المصالح الماديه، كل ده انتم مقدمين كل ده؟ عندكم معلومات بكل ده؟ احنا مقدمين طلب احاطه مش استجواب. استجواب هنا وقتها يبقى انت محتاج للمعلومه طلب إحاطة المؤكده اللي تحطها قدام الوزير وتستجوبه فيما حدث من وقائع محدده. لكن احنا عندنا حاجه واضحه كده، يعني اساءه كامله يعني لسمعه مصر ولصوره مصر، تحتاج مننا الى ان الوزير يتم يعني يجي يحيط المجلس علما بكل المعلومات ويجاوب على كل ما دار على السوشيال ميديا وفي كل الاعلام من احداث وصلت بينا الى هذه الصوره اللي احنا بنتكلم عنها. حضرتك كنت بتتكلم ان العمليه مش عمليه مكسب وخساره، معروف ان الكوره مكسب وخساره، لكن الاداء واللي تم والصوره اللي صدرت والانتهاكات اللي حصلت لحقوق اللاعبين والانتهاكات اللي حصلت لكل المشاهدين، لو حصل هنا ايقاف عن العمل عشان ارسل رساله احباط، فاحنا عندنا 100 مليون عندهم حاليا رساله احباط، حاله احباط. هنعمل احنا ايه بقى؟ اذا كان يعني اذا كان كاريكاتير وصل بيه اذا كده، فانت دلوقتي محتاج تسائل الوزير عن كل ما تم، عن من اول ما حصل لمحمد صلاح، من اول بدايه انتهاك معنوي لمحمد صلاح في سابق اللي لسه جاي امبارح ولا اللي قبل كده. لا ما خليني اكمل انه لا احنا دلوقتي الوزير اول ما حاسب مين الثقه، اول ما هو اللي بتحاسب الحالي هيجي يقول ان انا قال له 3 ايام لكن هو المعني بان الملفات موجوده تاتي وتحاسب. لا حاسب القديم، لا حاسب السابق، بس لانه سبب رئيسي في كل ما حدث. ما هو ده طبعا لازم يتم، وفي جزء من المحاسبة يتجاوز حدود مجلس النواب للنيابة، وفي جزء احنا محتاجين اجابة واضحة وتحديد مسؤولية ومحاسبة من أول عملية اختيار المكان لغاية لما وصلنا إلى الوضع اللي احنا فيه. فأنت حكى يعني الوزير، احنا طبعا عارفين ان احنا حاليا طلبات الإحاطة إلى أن يعني لا تقدم رسميا إلى الوزراء إلى أن تأتي الحكومة تحصل على الثقة من مجلس النواب. في الحالة دي الوزير الحالي يجي يتم ويرد ويحيط المجلس علما بكل التساؤلات حول الملف الكامل بتاع دورة المونديال، النكسة، مش هقول صفر المونديال، اسمها النكسة. بتعتبريها نكسة؟ نكسة نكسة، وغياب لي التعلم من ما سبق. احنا بنكرر نفس الأحداث اللي مرينا بيها قبل كده. طيب احنا داخلين على مسابقات الأفريقية، هنعمل ايه؟ ده شهور ولا ناويين كمان دي نخسرها؟ ده شهور. فاحنا الوضع ده هي دي اللي بيعتمدوا عليها، ان مفيش وقت للمساءله والمحاسبه، يلا لا عشان لا ده انا بطلب من من الوزير يجاوب، مش يطلع لي النتيجه. ده احنا خطوه بخطوه، الشعب يريد ان يرى خطوه بخطوه جميع يعني الردود والاجابات. قضيه على قضيه مش هتقبله يعني التذاكر، البعثة، الفوضى، المصالح، الكعكة والبيزنس والارتباطات المالية اللاعبين بالإعلانات الاختيار مكان يبعد 5300 ميل يرهق اللاعبين، من لغاية اللوجو اللي اتحط على أتوبيس اللاعبين والصورة الألوان اللي طمست أي حاجة يعني مظاهر مصر. مفيش فيها شخصية مصر وهوية مصر مش موجودة، وهوية مصر، التذاكر بتاعه اللاعبين واهل اللاعبين اللي سمعنا ان تم بيعها من خلال اعضاء، الخلاف اللي بين اعضاء اتحاد الكوره،
واللي خرج فيه بمقولة من دكتور مجدي الكابتن مجدي عبد الغني بانه انا اللي مش هسكت والموضوع مش هيعدي بسالم وتهديدات وانه استنى بعد كاس العالم وهقول كل حاجه. الحصول او اتفاق يعني التجاوب مع دعوة الشيشان لحصول محمد صلاح للمواطنه الفخريه اللي مين اللي دعا وازاي تمت الموافقه، وصول اللاعبين انه يحصل في اعلان في غرفه عصام الحضري وان كل لاعب يخش يقول يعني تنقل اللاعبين من قناه لقناه عشان كل ده يفقد التركيز على طول ومرتبط ببزنس يعني اللعيبه، وكل ده بيؤكد انه احنا مش طالعين يعني اديناكوا الثقه منحناكوا الثقه وخذلتونا، منحنا الثقه ان انتوا تخرجوا وترفعوا اسم مصر وخذلتونا كلهم من اتحاد كوره من جهاز فني من لعيبه. طيب استاذ